السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أصدقائي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، معكم أحمد صالح بلقاء جديد ضمن صناعة المحتوى في برنامجنا الباور بوينت. اليوم رح نقدم لحضراتكم رسمة إنفوغراف لخيارات متعددة ممكن نستخدمها بكتير من الأماكن لحتى نوصل أفكارنا للطلبة والجمهور أو المتدربين أيا يكن الفئة يلي عم نستهدفها بعروضنا التقديمية. كيف ممكن نحن نصمم هذه اللوحة البسيطة والجميلة؟ هذا رح نقدم لكم إياه بهذا اللقاء إن شاء الله. قبل ما نبدأ أحباب القلب، أطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات لتساهم معي بإيصال أكبر قدر ممكن من المهتمين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا فبنتشرف فيك، واضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك منا أيضا كل جديد. ويلا مباشرة حتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي، بعد ما قمنا تشغيل برنامج الباوربوينت رح نتوجه إلى قائمة العرض ومفعل خطوط الإرشاد لحتى تساعدنا برسمتنا. بنجهز بداية لوحة الألوان اللي رح نستخدمها بالتصميم، يعني على سبيل المثال موقع كلر اللي كنا نحن مستخدمينه من قبل فينا نختار أحد الدرجات اللونية لحتى نعتمد عليه. على سبيل المثال أنا بعد ما أختار، واللي يكون على سبيل المثال حتى نساعدكم فيها مباشرة، أنا محتاج يكون عندي هيدي اللوحة مثلا استخدمها على سبيل المثال، فبترك الشاشة واقفة عند المنا هون ومتوجه إلى برنامج الباوربوينت، بنروح إلى أدراج وعندي شيء اسمه لقطة شاشة. أنقر لمرة واحدة رح يتظهر معي برنامج الباوربوينت ويعطيني هذا المؤشر لتحديد المساحة المراد أخذ لقطة منها. أنا الآن بنقر وبسحب هيك على هذا التدرج وهيدي المساحة اللي أنا محتاجها وبترك الماوس لحتى يجيني تدرج مثل ما أنا شايفين بالضبط جاهز لاستخدامه في برنامج الباوربوينت. بعد ما نقوم بتجهيز اللوحة اللونية اللي رح أشتغل عليها رح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن الأشكال رح أخذ شكل بيضاوي، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أرسم الدائرة بهيدي المساحة. من المحاضرة السريعة رح أختار إلى وسط وإلى المنتصف. إطار الشكل بختاره بدون إطار والتعبئة باللون الأبيض. رح نتوجه مرة تانية إلى أدراج، ومن الأشكال رح أخذ قطعة مستقيمة، هيدي قطعة مستقيمة، رح أنقر بالمركز وبنقر مع السحب للأسفل وأنا ضغط على مفتاح شيفت لحتى أرسم القطعة بهذا الشكل بالضبط. خلني أختار سماكة معينة يعني أزيد شوي بحيث أن الخط يبان معانا أوضح، نأخذه باللون الأسود وليكن معاي 1.5 نقطة مثلا بهذا الشكل. طيب رح نكبر شوي رسمتنا لحتى الوضع يكون واضح للكل. وأنا محدد قطع المستقيمة رح أتوجه إلى الحجم والخصائص، ونجي إلى شيء اسمه هون الاستدارة. شو اسمه الاستدارة؟ رح نعطي -15 لحتى يكون معاي بهذا الالتفاف. رح أنقر وأسحب وأضبطه على المركز بالضبط مثل ما أنا شايفين بالضبط. أختار منه Ctrl+D يعني نسخة تانية، والاستدارة بجي بختارها عمودية لحتى يكون عمودي ومقابل له أيضا بالضبط، كمان بجي بطبقهم بالمركز. برجع بختار من القطعة المستقيمة الثانية Ctrl+D تمام، ورح نختار لها زيادة مع 15 25 بيصير معي 40 درجة تمام، فبختار زاوية 40 وبجي بسحبها أيضا على المركز بالضبط. بختار Ctrl+D 40 وال25 بصيروا عندي 65 كمان، برجع بنقر وبسحب على هذا المكان بالضبط تمام، وبرجع بختار Ctrl+D وبنختار 90 وبرجع بنقر وبسحب على هذا المكان بالضبط. الآن هذا الشكل أو هذا الخيل قطعة بهذا الميول بختار منه Ctrl+D وعلى عجل بختار انعكاس عمودي وبرجع بسحبه على المركز بحيث يكون مشترك مع البقية بالضبط. نفس الشيء المستقيم هذا بختار منه Ctrl+D أيضا برجع بختار انعكاس عمودي وبنسحبه على هذا المكان ويكون الكل مشتركين بالمركز. هيدي بدي انتبه عليها كتير، فينا نكبر شوي لحتى نتأكد الكل مشتركين معي بنفس النقطة أو نفس المركز تمام. رح نتوجه إلى أدراج، ومن الأشكال رح ناخد هذا الشكل اللي عندي إياه عبارة عن دائرة جزئية. أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أرسم الدائرة. الآن برجع إلى دائرتي الأصلية وبطلع على الارتفاع والعرض 8.3 8.3، بجي على الدائرة الجزئية أيضا بجي بختار هون 8.3 تمام، وهون أيضا بسويها 8.3 لحتى تكون منطبقة على الدائرة الأصلية تماما. برجع بتأكد محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف وبيكون إطار الشكل عندي بدون إطار تمام.
هذه النقطة راح أنكر عليها وأحركها وأرجعها برجوع حتى أنا أعملها بالضبط، يكون عندي هذا الجزء فقط من قوس الدائرة اللي بيحتضن بين دول الشكلين بالضبط مثل ما أنا شايفين بالضبط. خلني أختار لون مباشرة، بجي بختار اللون تعبئة، بجي بختار قطارة وخلي أختار اللون الأول، بختار منها كنترول زائد دي. خلنا أكبر شوي الرسم نرجع لحتى نشوفها. كنترول زائد دي، بجي بعمل التفاف لألا هون، التفاف وبنكر وبسحب، زودنا التفاف شوي، تمام، بنكر وبسحب لحتى أحاول أن أطبق الشكلين على بعض، تمام، أو الشكلين عفوا هن جنب بعض بيكونوا تماما. فيني أنا أطبق المركز بداية وبعدها بحرك الأسهم، ما عندي مشكلة فيها، يعني بهالشكل هذا بتحرك معي وين على الدائرة بالضبط، تمام يا أصدقائي، بهذا الشكل. وبرجع بختار لون تاني لألم من تعبئة الشكل، نختار القطارة ونختار اللون التاني، نفس المبدأ بختار منها كنترول زائد دي، تمام، يعطيني تكرار، بنكر مع السحب أو بعمل تدوير أو تحريك تدوير، وبرجع بخليه يشتركوا بالمركز على حواف بالضبط، تمام، وبرجع بنكر وبسحب لحتى أعمل تدوير مطابق تماما. برجع بختار تعبئة قطارة ونختار اللون رقم 3، برجع إلى الشكل الأول بختار منه كنترول زائد دي، نفس المبدأ بجي بعمل التفاف بعض الشيء وبحاول يكونوا مشتركين بالمركز، تمام، مشتركين بالمركز، وبرجع أنا بعدل الالتفاف لحتى يكونوا متطابقات معي بهذا الشكل بالضبط. وخلني أغير اللون من قطارة وبختار اللون يلي بعده، تمام يا أصدقائي، برجع بختار كنترول زائد دي، نفس المبدأ بعمل شوية التفاف وبحاول أطبق المركز مع قوس الدائرة يعني، تمام، بهذا الشكل، وبحرك شوي الدوران أو التدوير وبطبق هذه الجزئية بهذا المكان بالضبط، وبرجع أيضا نفس المكان أو نفس الشيء، برجع بختار القطارة وبنختار اللون يلي بعده، برجع بختار كنترول زائد دي وبنعمل أيضا التفاف وبحرك إلى المركز كمان شوية التفاف، تمام. بعد ما انتهينا من توزيع أجزاء الدوائر شفناهم، هذول المستقيمات ما ضليت أنا محتاجهم، بقوم بتحديدهم مع مفتاح الكنترول وبنكر عليهم مرة مرة بمفتاح الماوس وبعمل عملية الديليت أو الحذف. هيدي الزوائد اللي بقت معي هون فيني أنا أعدلها بكل بساطة، هذا رح أرجعه شوي، وبقي عندي آخر واحد ما لوناه رح نلونه، هذا نختار قطارة ونختار هذا اللون، تمام يا أصدقائي، بيكون رسمتي صارت معي جاهزة وبهذا الشكل بالضبط. الدائرة نفسها رح أختار منها كنترول زائد دي، يعني بعمل لها تكرار، وبرجع بختار محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف، أضغط كنترول شيفت من الكيبورد وبنكر مع السحب للداخل لحتى نحن نصغرها بمساحة معينة. رح حدد الدائرة الصغيرة، أنكر على كنترول وبحدد الدائرة الكبيرة، بنتوجه إلى تأثيرات وبنختار ظل، وليكن عندي هذا النمط من الظل. الشفافية رح نقصها شوي، بنزيد الضبابية وربما نزيد المسافة بعض الشيء، يعني بشيء بسيط. الدائرة الصغيرة برجع بختار منها كنترول زائد دي، بنفس المبدأ بناخذ محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف، أضغط كنترول شيفت وبنصغرها للداخل، تمام، لتكون معي مثلا بهذه المساحة، خلينا نوسعها كمان شوي، تمام. طيب موضوع التعبئة بخليها بدون تعبئة، وإطار نختار إطار خط متصل، والنوع بجي بختاره أو النوع الشريطة بجي بختاره منقطة حتى يكون عندي خط منقط مثل ما أنا شايفين، واللون مثلا باخده وليكون معي بهذا اللون، وبلغي الظل يلي كنا نحن ماخدينه، يضل عندي اياه بدون ظل بهذا الشكل بالضبط. نرجع الان بنحدد على الشكل الدائري، وبنجي من التعبئه ونختار تعبئه متدرجه لحتى نعمل تدرج لألا من لون الخلفيه بالضبط، لكننا ربما اغير الاتجاه لألم وليكن معي بهذا الشكل. رح نتوجه الان للادراج، ومن الاشكال رح ناخذ السهم، رح انكر على المركز هون، عندي اياه بالمركز بالضبط، وانكر مع السحب لحتى ارسم هذا السهم ويكون عندي اياه بمنتصف في الشكل الموجود عندي اياه بهذا المكان. راح اختار له لون ابيض، وعندي السماكه بختار عرض له وليكون عندي اياه 1.5 نقطة ليكون معنا بهذا الشكل، تمام. طيب راح اخذ بنسخه ثانيه، بختار كنترول زائد دي
وبتوجه إلى الحجم والخصائص، وبنجي إلى الاستدارة. رح نعمل استدارة 25 درجة، تمام، وبنكر مع السحب لأن احنا زودنا، تمام، يعني يكون هي الفواصل أو الزوايا بين كل شكل والتاني هو 25 درجة، تمام. بحاول أن أطبقه بالمركز، خلنا نزيد شوي المساحة لهون أو العرض لحتى أتأكد أنهم مشتركين بشو بالمركز. برجع بختار منه كنترول زائد دي، أيضا بيجي إلى الخصائص، بنعمل استدارة 25 و25 بتصيروا معي 50، تمام. وبرجع بنكر مع السحب لحتى يشتركوا معي بنفس النقطة. برجع بختار كنترول زائد دي وبنختار 75، نفس المبدأ يكونوا يشتركوا معي بالمركز. وبرجع بختار كنترول زائد دي والاستدارة بنسويها 100، بسحب على هذا المكان كمان بالمركز وكنترول زائد دي والاستدارة بقيت عندي هون 125، ويكونوا معي ايضا مشتركين بالمركز. رح نحدد الدائرة المنقطة مع الدائرة، طبعا مضغط مفتاح الكنترول وبأشر كمان على الدائرة يلي وراها، ونحط التنتين احضار الى المقدمة، تمام، بهذا الشكل حتى يكون الاسهم تحت منهم بالضبط. رح نتوجه الى ادراج، ومن اشكال ناخد او بنختار المستطيل اللي زوايا مستديرة، وبنكر مع السحب لحتى انا ارسم مستطيل بزوايا مستديرة معاي بهذا الشكل بالضبط. رح نضع بهذا المكان، تمام، بختار منه كنترول زائد دي نسخة تانية، بطبق اثنين مع بعض، اضغط شيفت وبحرك للاسفل الى الجهة التانية تماما. برجع بختار منه كنترول زائد دي وبنحركه على هذا المكان، وكنترول زائد دي، بطبق الشكلين فوق بعضهم البعض، اضغط شيفت وبحرك للاسفل لحتى يكون مطابق تماما، طيب، للشكل مقابيره. كنترول زائد دي وبجي بختار لهذا المكان، وكنترول زائد دي، اطبق الشكلين على بعضهم واضغط شيفت وبحرك للاسفل ليكونوا معي الان بهذا الشكل، تمام. رح حدد كل الاشكال مع مفتاح الكنترول، وبنختار يكون عندي الاطار بدون اطار. نتوجه الى ادراج، ومن الاشكال رح اختار الشكل البيضاوي، وبنكر مع السحب وارسم دائرة بمساحة معينة، بختار يكون عندي بدون اطار، والتعبئة تكون معي باللون الابيض، خلنا نكبرها شوي، تمام، تكون معي بمنتصف الشكل تماما. برجع بختار منها كنترول زائد دي وبكرر على هذا الشكل بالضبط، وكنترول زائد دي، وكنترول زائد دي، وكنترول زائد دي كمان، وبقي عندي الشكل الاخير كنترول زائد دي، وننسخ كمان لألو. رح حدد الدوائر مع الاشكال كلياتا، يعني الاشكال بحددها مع الدوائر، تمام، مع مفتاح الكنترول طبعا. ورح نختار ظل للكل، وليكن عندي هذا الظل، رح ننقص شفافية شوي، الضبابية رح نزيدها شوي فقط لا غير، والمسافة ربما يكون معاي بهذا الشكل بالضبط، تمام. رح ناخد هدول الأشكال كلياتهم، كل الأشكال اللي شايفينها للمستطيل زوايا مستديرة، وبنختار الألون تعبئة متدرجة، وبختار يكون عندي أهم من نمط أعلى وأسفل، تمام، بحيث يكون اللون الغامق بالأسفل واللون الأفتح منه أو اللون الباهت يكون معاي وين بالأعلى. رح نجي إلى الشكل الأول، اللون الكاشف رح جي أختاره من هذا اللون نفسه، واللون الغامق برجع بختار نفس اللون لكن رح نزيد بكثافته اللونية من خصائص أو من مخصص عفوا، بزيد من الكثافة اللونية لحتى أحصل على تدرج واللمعة. بجي على الشكل التاني نفس المبدأ، اللون الكاشف رح يكون معاي من هذا اللون، برجع بختار اللون الغامق نفس اللون، ومنزيد بالكثافة اللونية أيضا من مخصص معنا بهذا الشكل. نجي على الشكل الثالث نفس المبدأ، اللون الكاشف رح يكون معاي بهذا اللون، وبختار اللون الغامق نفسه وبرجع بزيد أيضا بكثافته اللونية بهذا الشكل. كمان نجي على هذا الشكل، نجي إلى اللون الكاشف ومنروح إلى نفس العائلة اللونية اللي هو هذا اللون، والنقطة اللي مقابلة بجي بختار نفس اللون وبنختار كثافة لونية لنفس اللون من نفس العائلة تماما. برجع على الشكل اللي بعده، النقطة الكاشفة بجي بختارها من نفس العائلة اللي هي مقابلة هذا اللون كنا مستخدمينه، وبرجع النقطة الغامقة أنا بختار نفس اللون لكن رح نزيد بكثافته اللونية من مخصص بهذا الشكل لحتى نصل على تدرج.
وبقي عندي الشكل الأخير كمان برجع إلى ألوان إضافية وبنختار هذا اللون، وعندي اللون الغامق بختار نفس اللون وبنرجع إلى ألوان إضافية وبنزيد بالكثافة اللونية لحتى نحصل على كل لون والشكل الإنفوغراف يلي مقابله. رح نتوجه إلى أدراج وبناخد شكل وورد أرت ونبدأ بإعطاء الأرقام، فنكتب 0 1. رح نتوجه إلى أدراج ورح نضيف نص لفقرات الخيارات، والآن بعد ما ضفنا الخيارات بإمكاني أتوجه إلى أدراج ومن الأيقونات ومنجيب بعض الأيقونات اللي بتساعدنا بإيصال الأفكار برسمتنا بالعموم. رح ناخد من قسم تعليم 6 أيقونات، 1 2 3 4 5، واللي يكون معاي الشكل السادس، وبختار إدراج. بعد ما أدرجنا الأيقونات رح أختار الألون لون أبيض، أضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب لحتى نصغر مساحة الأيقونات. رح أنكر مع السحب وضيف الأيقونة الأولى هون، والثانية رح يكون معاي هون، والثالثة بتكون معاي هذا المكان، والرابعة بهذا المكان، والأيقونة اللي بعدها، والأيقونة الأخيرة. صف عندي أخيرا أضيف النص أو العنوان الرئيسي للفقرة، وليكن معي مثلا بهذا المكان، هذا وليكن هو العنوان الرئيسي، ورح نضيف أيقونة لألوم. خلني أختار هذه الأيقونة من إدراج، بسحب على هذا المكان وبصغر الأيقونة شوي بما يتناسب مع هذا المكان، وصف عندك فقط العناوين الرئيسية لهذا السلايد أو لهذه الشريحة بإمكانك تقدمها على هذا النمط وبهذه الجمالية. هذا يلي حبيت اني اقدم لكم اياه بهذا اللقاء، اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد، فتكرما ما تنسوني من التفاعل والدعم وتعملوا شير لهذه الفيديوهات لتصل معنا اكبر قدر ممكن من المهتمين بهذا المجال. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.